باش تصبح على راديو مادم كامل معكم حتى النص النهار. باش نرجعوا على الخبر اللي تم تداوله أمس بخصوص اعتداء قاضي تحقيق في المحكمة في المهدية على امرأة مسنة كبيرة في العمر باللكم. هذا ما تم تداوله بطبيعة باش ناخذوا تفاصيل وشنو اللي صار بالضبط، خاصة بعد ما شفنا انه مجموعة من المحاميين يبدو انهم طوعوا للدفاع على المرأة هذه المسنة وعلى تبني القضية متاحة. باش نعرفوا تفاصيل الواقع وشنو اللي صار بالضبط وحقيقة الموضوع، حاضر معنا بالتليفون الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير سي فريد بجحا. مرحبا بك سي فريد. أهلا وسهلا، مرحبا بيك كيف المستمعين. شكرا ليك. دونك شنو اللي صار بالضبط؟ معناها الاعتداء صحيح تم من قبل قاضي تحقيق على المرأة المسنة هذه؟ صحيح، هو طول صحة الموضوع من عدمه والتفاصيل والحيثيات من نجم يثبتها إلا البحث في الموضوع. لحد الآن ما فما حتى بحث تم فتحه والقائل علاش. الواقعة صارت قبل بنا، معناها أول أمس تم معناها الاتصال بوكيل الجمهورية أنه فما خلاف ما بين قاضي التحقيق ومتقاضية في المحكمة الدائية بالمهدية باستفسار المرأة هذه. قالت رأي تعرضت لاعتداء لفظي ومادي، وأنه حاكم التحقيق معناها جبدها من بشها ودخلها عنوة المكتب متاعه، في حين أنه الرواية التي تم ذكرها من طرف حاكم التحقيق وأنه كان بصدد إجراء أعمال قضائية في المكتب بتاعه. ونعرف أن حاكم التحقيق يستمع للأطراف والتحقيق يكون سري، مش حتى أطراف، مش كما الجلسة العلنية، وأنه كان عندهم متقاضين قاعد يزداد بصدد إجراء مكافحات، وأن المرأة هذه حابت تسأل على ملف آخر موجود في مكتبه وأصرت على الدخول، لكن هو رفض أنها تدخل وصارت مناوشة مما خلاه يستدعى الأمن لمعنى إخراجها من المكتب بتاعه. إذا كان فما اعتداءات داخل المكتب بتاعه فمتقاضين، ولكن ما فماش حتى إفادة من المتقاضين أنه صارت الوضعية هذه. دونك لنا المهم في الموضوع أنه الشاكي هذه أصرت على عدم التتبع وما قدمتش كيف الموضوع باش نعرفه أنا هي صحة الرواية، أشكو هي معناها قاطعت حاكم التحقيق واستدعاها الأمن أو روايتها هي صحيحة. والدليل على ذلك أن هي عاودت رجعت بعد وقام بسماحها كمتضرة في الموضوع اللي حابة تدخل فيه من لحد الآن. المتقاضي هذه عندها حرية تقاضي وعندها حرية تشكي، إذا كان مش تقدم شكاية يتم نعرف من إجراءات قانونية يتم معنا اتباعها كما قلت لكم حسب المعطيات الرسمية اللي جاتنا من وكالة الجمهورية بالمادية. المرأة هذه أصرت على عدم التشكي، لكن إذا كانت عادت النيابة العمومية بالموضوع هذا في أي وقت نجم نعطيكم معنا شنية المعطيات شنو أنجت معنا الأبحاث لحد الآن. سي فريد، دونك ثم عدد من المحامين يقولوا أنهم كانوا شاهدين على الواقعة هذه وحاولوا هما بيدهم يتدخلوا ويمنعوا الاعتداء بالعنف هذية، لكن تم جر المرأة هذية وإدخالها لداخل المكتب متاع قاضي التحقيق وتم غلق الأبواب. بطبيعة صارت بتدخم من عرشنو اللي صار داخل الأبواب الكل، ولكن يقولوا هو اللي خليهم انهم اليوم يقولوا احنا نطوعنا باش ندافعوا على المراه هذه وناكدوا حاله العنف اللي صارت. شفت، نرجع لنفس اللي قلت لك من الاول، هذا كل مزال مجرد تصريحات. وقتاش نجم نقولوا الكلام نتاعهم مو صحيح ولا كلام المضر صحيح الا ما يتم فتح بحث الموضوع. اذا كان هي ما رفعتش قضيه، لكن انتوما انتوما باش تحلوا تحقيق ولا اسمعني، اذا كان الفيرسيون نتاع الاعتداءات نجم تكون صحيحة وتنجم تكون غلط. إذا كان الاعتداء صار في خارج المكتب ممكن، إذا كان الاعتداء صار داخل المكتب مستبعد، قلت لك على خاطر فهم متقاضين موجودين في المكتب قاعد يكافح بهم. لحد الآن وقت إيش نعرفه، قلت لك المتقاضي يمنع الاعتداء عليه مهما كان صفة السيدة الاعتداء عليه. دونك هو يتمتع بحق التشكي وبحق التقاضي. إذا كان احنا حتى تقول علاش النيابه ما تحركش، ما تحرك تلقائيا، لكن أصرت المرأة هذه رغم أنه كل جمهورية توجه لها عديد المرات مش تشكي، لا أصرت على عدم التشكي، وهذا الموضوع قابل للتطور. لحد الآن ما نجمش في الجمهورية باش يفتح الموضوع وتجي تصر أن هي ما تعطيش الفيرسيون تاعها. قلنا الروايات كل قابلين معنا للتأكيد كما قابلين للنفي. قلنا الخلاف تم تطويقه، وهذا ممكن زاد يرجع للعديد الإشكاليات اللي داخلة في تركيبة المحاكم وفي الهيكلة نتاع المحاكم في غياب حجاب. لو كان جي كان فما حاجة موجود قدام كبير وكل قاضي راهو كان هو يفسر للمرأة هذيك المسكينة أنا فما شكون قاعد يبحث في البيرو، ما تعرف قضاء التحقيق يخدموا تحت الضغط وملفات كبيرة، ممكن كان جي موجود حاجب قدام بيرو ما تصيرش إشكالية دي. وأما هذا كل ما يبررش إذا كان صار عنف
راهو ما عندوش حتى الحق. واحد يعتدي على مواطن والمتقاضي إن كان وعنده الحق يتبع جزائيا المتقاضي، لكن هذا وقتاش؟ وقت يصير تتبع جزائي. لحد الآن فماش تتبع جزائي، إذا كان تم تقديم شكاية إن شاء الله في قادم الأيام كان فما موضوع بحث نأكد لك أنا هي الرواية الصحيحة، سواء رواية المتضامنين مع المرأة هذه أو رواية قاضي التحقيق لا تقدم بها. هو في القانون، أنا ما أعرفش سي فريد معناه في الموضوع ذي أنت أدرى بتتخ نجم تفيدنا فيه، يقول لك مثلا بتتخ راهي المرأة هذه اللي تعرضت حتى ونقولوا أنها ربما تعرضت للاعتداء بالعنف، تقول لك أنا عندي ملف ونخاف من بعد الملف هذي يتأثر إذا رفعت قضية على قاضي التحقيق هذي ونضر أنا في الأخر معناها. لهنا يقول لك على النيابة العمومية على الأقل معناها إذا هي رفضت وحدها نيابة العمومية تحل تحقيق، لأنه ربما المرأة هذه تقول لك أنا نظر دونك باش معناها باش نضمنوا على الأقل الحقي بي. صحيح، هو راه المشرع فطن لجميع الإشكاليات هذه، ولكن علاش عندنا تكنيك اسمها الاستجلاب. شو معنى الاستجلاب؟ معنى إذا كان المضرة حست أن هي باش تولي تحت ضغوطات راه شيء ما يمنع أنها تشكي ومن بعد تطلب استجلاب الملف إلى محكمة أخرى، هذا دون بار. دكتور بار راه نحكيو على تو اليوم شنو ثم ينجم وكيل جمهورية بعد يفتح بحث واحد وحتى مازال شكاية، وإذا كان وصلتنا كانت قاسم الوضعية دي باش نعلموها معناها في الطاب وجميع وسائل الإعلام. لكن لحد اليوم عندنا زوج روايات وعندنا موضوع تم تطويقه وتم تسويته وعندنا مضرة رجعت النفس بيرو حاكم التحقيق واسمعها كمضرة. دونك هذا تو شنو الموجود؟ إذا كان طورت الوضعية وفما شكايات وفما بحث بطبيعة الحال راهو حقوق الأطراف الكل مضمونه وراه هي ما تخاف من حتى شيء، لانه فما عديد الاليات تخليها تبحث في جهه اخرى محايده بعيده على جميع الضغوطات. واضح، يعطيك صحه. شكرا لك سي فريد بن شحا، انا تقرسمي باسم حاكم المهديه والمنستير على تدخل نتاعك على التوضيحات اللي قدمتينا. نرجعوا للموسيقى كل عام.